صباح النور، مرحبا بأحسن المتتبعين. معكم أسماء حمدوني، طبيبتكم العامة بمدينة بورتور. اليوم غنقول لكم واحد الحاجة زوينة، وكنتمنى ما نبكيش لأن ما تنبغيش نبكي قدام الناس. كنت كنقلب بزاف. أنا من النوع اللي كيبحث، النوع اللي دار الطب لأنه بغاها، لأنه حلم، ماشي شي حاجة اللي بريستيج، ولا شي حاجة اللي هاي، ولا شي حاجة اللي كلاس انك تكون طبيب. الطبيب هي واحد الحلم تيكون عندك كتحقو، لان الله تيزرع فيك واحد الحاجة في قلبك وفي عقلك، ما كتترتاحش حتى كدير داكشي اللي انت تخلقتي على قبله. بحثت بزاف في انترنت، دخلت درت لي لايف بزاف في فيسبوك، في انستغرام، في تيك توك، في يوتيوب. بما انني طبيبة عامة، يعني كنعالج الاسرة، طبيبة الوقاية، طبيبة المجتمع، طبيبة البلدية، طبيبة ديال الوقاية، ديال قبل ما يوقع المشكل الصحي ولا الطبي. دونك كنبحث بزاف في هذا النوع ديال سكون ابيل حنا ميتين سانك اتوال، ولا طب 5 نجوم. يعني كتحاول تبحث على السبب ديال المشاكل. واليوم سبحان الله، من بعد واحد السنوات طويلة درتها، يعني استقريت في الصحراء باش نتكلم، باش نرتاح، باش نخدم على خاطري، باش نرتاح انا شخصيا، لانه انا كنرتاح في الصحراء. واكتشفت ان داك البحث كامل وداك الشيء كامل اللي بحث مع الناس كله عندنا، عطاه لنا الله موجود، ولكن احنا للاسف ما فهموناش الدين مزيان، ما قراوش لينا مزيان. ديما كيبقاو يدعوا على جهنم والجنه، جهنم والجنه، الوغ حنا عندنا بزاف ديال التفاصيل. كنحس براسي انسانه جاهله، انسانه اميه. هذا الشيء ديال النوروبلاستيسيتي، وهذا الشيء ديال ديفلوبمون بيرسونيل، وهذا الشيء ديال البروغراماسيون نورو لينغويستيك، وهذا الشيء ديال الاعجاب، ديال بزاف ديال الحوايج كله عندنا موجود محطوط. صافي كنقول غير شرحوا ليك. كنحس بواحد الجهل، ما نقدرش نشرحه لكم. كنحس بواحد الجهل، كنحس براسي انني انسانه ما كرهتش نتعرف على هذا الشيء قبل ما نموت، لان قبل ما نموت خاصنا ضروري نعرفوا راسنا لاش جينا في هذه الدنيا هذه. وهذا الشيء زوين بزاف، حلو حلو فاش كتكتشفوا كتحشم كتكالما. الله يهدينا، هذا الشيء اللي تنقول، الله يهدينا، الله يثبتنا كاملين، الله يهدينا. نخليكم.